اسمع، نحن رايحين اللغة الإنجليزية نستأنف مع هذا النص الذي علينا أن نستكمل بعض كلماتي. طبعا من ضمن الكلمات التي علينا أن نختار are and you، علينا أن نعوض الكلمات الناقصة ب are أو and أو you. إذن كما نرى عندنا good morning، good morning boy. boys. good morning boys. good morning boys. and girls. and girls. and girls. شنو المقصود بها؟ صباح جميل أولاد والبنات. صباح جميل الأولاد والبنات. إذن good morning boys and girls. كما نقول صباح الخير أطفال وبنات. ثم عندنا how، ثم عندنا you today. how you today. إذن نقول ماذا؟ how، ثم عندنا you، ثم عندنا today. how شنو؟ how are you today. how are you today. كيف أنتم اليوم؟ كيف أنتم اليوم؟ المقصود به كيف حالكم اليوم؟ how are you today. كيف أنتم اليوم؟ أو كيف حالكم اليوم بمعنى آخر. ثم We will be going to PE. We will be going to PE. going هذا التصريف ديال to go في واحد الزمان في الاستمرارية. ثم عندنا هاد ويل، هاد ويل غنشوفوها مع الزمان ديال لو فيتور. ديما تنديرو هاد ويل أو في حالة أخرى نستعمل شال. الآن دابا تنستعملو هاد ويل، هي اللي ولات تستعمل بكثرة. إذا تنديرو هاد ويل ثم تنجيو من بعد منها بالفعل الذي نريد أن نصرفه in the future، يعني في المستقبل. مثلا كما عندنا هنا عندنا the verb to be، وضعناه من بعد هاد ويل. أشنو أصبح المعنى؟ we will be يعني أننا سنكون، نحن سنكون. we will be نحن سنكون. إذا أردت القول مثلا أنا سأكون، ماذا أقول هنا؟ أنا سأكون. عندنا هنا we will be نحن سنكون. إذا أردت أن أقول أنا سأكون I will be فقط، يعني أننا سأستبدل هدوي I. إذن سأقول I will be أنا سأكون. ثم عندنا قوين، عندنا to go فعل ذهب. كما نقول له verb ali we will be going to PE. طبعا PE المقصود بها التربية البدنية اللي هي physical education. physical education استاذ l'éducation physique. education physique اللغة الفرنسية physical education. إذا نتكلم عن التربية البدنية، إذا نحن سنكون ذاهبون إلى التربية البدنية. ثم عندنا recess this afternoon. إذا عندنا we will be going to PE، ثم عندنا فراغ، ثم recess this afternoon. ماذا نقول؟ we will be going to، طبعا recess المقصود بها la récréation يعني الاستراحة. this afternoon بعد منتصف النهار. afternoon مقصود بها après midi يعني بعد منتصف النهار. كما تنشوفوا فيها كلمة after يعني بعد، فهمتي؟ after نقول after المقصود بها بعد، صديق أبخي. we will be going to PE، ثم عندنا فراغ، ثم recess this afternoon. إذا ماذا سنقول؟ ماذا سنضع في الفراغ؟ and. سنضع and. إذا نحن سنذهب إلى التربية البدنية ثم سنذهب إلى الاستراحة بعد منتصف هذا النهار. نحن سنذهب إلى التربية البدنية ثم إلى الاستراحة بعد هذا منتصف النهار. إذا هنا عندنا هاد بعد منتصف النهار. afternoon مقصود بها بعد منتصف النهار. après midi عندنا هنا this يعني هاد، ثم عندنا afternoon مقصود بها après midi بعد منتصف النهار. this afternoon المقصود بها هاد بعد منتصف النهار. عندنا هنا going to go كما في اللغة الفرنسية لو فيرب الي تستعمل كمساعد احيانا. نقول مثلا جو في فير سو ترافاي، انا سافعل هذا العمل.
طبعا كما تلاحظوا بأن جوفي عندما نقول مثلا جوفي فير كما لو نقول أنا سأذهب أفعل، لكن هذا ليس هو المعنى. المعنى هو أنني سأفعل قريبا. إذا استعملنا هنا لو فيرب آلي. نفس الشيء في اللغة الإنجليزية، نستعمل the verb to go باش يعني لنا هذا المعنى. إذا نقول مثلا we are going to have، we are going to have، نحن سيكون لنا، نحن سيكون لنا a great day. نقول مثلا we are going to be friends، نحن سنكون أصدقاء. أنتي we are going to be friends، نحن سنكون أصدقاء. نتكلم عن the verb to be، we are، ثم عندنا going، هذا the verb to go. we are going to be، هذه going هذا الصرف ديال the verb to go، غير ملي تنزيدوا لهذيك ing تولي بحال رحنا غادين، كأننا في هاد المشي، كأننا في هاد الاستمرارية. we are going، احنا غادين، فهمتي؟ we are going to be friends، احنا غادين نكونوا أصدقاء. غادين تتكون عندنا هاد ing، we are going to be friends، إذا نحن سنكون أصدقاء. أو مثلا نقول we are going to make it، we are going to make it، نحن سنقوم به، نحن سنفعله. to make يعني أنك تصنع شيئا، we are going to make it، كما نقول نحن سنفعله أو سنصنعه، we are going to make it. أو كما عندنا we are going to see، نحن سنرى، نحن سنرى، نحن في طريق أن نرى، نحن في طريق أن نرى. we are going to see، we are going to see، نحن كما نقول في طريق أن نرى. إذن هناك مجموعة أفعال تضاف لهذا ing، هذا سنرى فيما بعد، تفيد مباشرة العمل مع الاستمرارية. إذن هذه العبارة من العبارات الرائجة، we are going، نحن في طريق فعل شيء، we are going to see، نحن سنرى، نحن في طريق أن نرى، we are going to be friends، نحن في طريق أن نكون أصدقاء. المقصود أننا على وشك أن نكون أصدقاء. طبعا الذي عندنا هنا we will be going to PE، يعني نحن سنكون ذاهبون أو في الطريق to PE إلى التربية البدنية. المقصود أننا سندرس التربية البدنية ثم بعدها and recess، ثم سنذهب إلى الاستراحة، ثم سنكون في الاستراحة المقصود this afternoon، هاد بعد منتصف النهار، ثم بعدها عندنا did you bring your lunch did you bring your lunch، هل أنت حملت غداءك، هل أنت حملت غداءك، حملت غداءك يعني أحضرت غداءك، يعني يمكن أن تقول هل أنت أحضرت غداءك، ولكن هنا حملت bring يعني أنك تأخذ شيئا معك، فهمت ولا؟ يعني واش انت ملي جيتي واش جبتي معك الغداء ديالك. Did you bring your lunch، هل انت حملت غداءك، هل انت احضرت غداءك، انك تاخذ شيئا. طبعا نتكلم هنا عن the verb to bring، نتكلم عن the verb to bring، c'est le verbe apporter يعني انك تحمل شيئا، apporter يعني انك تجيب معك شي حاجه، c'est le verbe apporter ماشي porter، porter يعني انك تحمل، apporter يعني انك تحمل هذا الشيء وتأتي به. in the present نقول I bring، you bring، he brings we bring you bring they bring إلى port. طبعا هنا تنتكلموا على the present، تنتكلموا على the present يعني تتكلموا على الحاضر. طبعا شكون اللي عطى الصيغة ديال الماضي لهذه الجملة اللي عندنا هنا؟ did you bring your lunch، did you bring your lunch، شكون اللي خلى هذه الصيغه ان تاخذ الماضي رغم ان the verb to bring انه في الحاضر؟ اللي خلى هذه الصيغه ان تاخذ الماضي هي did، هذا it's a verb to do، it's a verb to do، هذا فعل فعله. كما لو نقول هنا هل فعلت، هل فعلت انت بالاتيان بغدائك، حتى تنقول احنا بالدارجه واش راك انت جبتي غداك، اذا هاد ديد. طبعا نتكلم هنا عن هاد دي فيرب تو دو انه تستعمل بحال المساعد حتى هو، ونحتاجه كثيرا في الكثير من الاسئله، ونحتاجه كثيرا
في الكثير من الأسئلة. مثلا في اللغة الفرنسية ممكن أننا نقول As-tu apporté votre déjeuner؟ هل أنت حملت غداءك؟ As-tu apporté؟ Tu as apporté؟ إذا نتكلم عن الفعل apporté ثم نتكلم عن المساعد اللي هو avoir. Tu as apporté؟ إذا فالسؤال نقول As-tu apporté؟ يعني أنه يكفي أن نقلب الفعل مع الفاعل أو المساعد مع الفاعل لنحصل على السؤال. هنا في اللغة الإنجليزية تدخل في السؤال واحد الفعل جديد أو مساعد إن صح التعبير لكي نستكمل السؤال اللي هو the verb to do. إذا نقول Did you bring your lunch? Did you bring your lunch? هل أنت حملت غداءك؟ هل أنت أتيت بغدائك؟ نستعمل you لأن كما رأينا you bring I bring you bring he brings. ثم عندنا في الجملة الموالية we are ممكن لناش نوضع we and أو we you أو نقول we you. إذن الذي سنقوله هو we are لأنه تنعرف بأن are تجمع we. في الصرف ديال the verb to be أقول I am you are he is she is it is ثم we are. إذن هاد are تجمع هاد we. إذن ممكن أننا نقول we are going نحن ذاهبون أو كما نقول نحن في الطريق to have. طبعا نتكلم عن الفعل to have رأينا فيما سبق اللي هو فعل امتلك. إذن we are going to have نحن في الطريق أن تكون لنا لامتلاك كما نقول لامتلاك we are going to have نحن في الطريق لامتلاك المقصود لتكون لنا أو ليكون لنا a great day. إذن شو المقصود به A great day, great day. قصود بداي day هو يوم. هو اليوم. Great المقصود به كبير. إذن عندما نقول we are going to have a great day نحن في الطريق أن تكون لنا أو أن يكون لنا يوم كبير. We are going to have a great day. 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 نحن في الطريق أن تكون لنا أو أن يكون لنا يوم كبير. المقصود نحن في الطريق أن يكون لنا يوم رائع. We are going to have a great day. إذن نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.